اول شيء انا بفتخر اني اصير كابتن فريق بنك اوف بيروت، وانا هالترقيه دعمي لإلي خلتني انه اكون على مسافه واحده من بقيه اللعيبه، وخلتني اكون مثل المرشد لالون مثل خيهم الكبير، وخلتني اتحمل مسؤوليه اكبر انه يعني قد ما انا عندي من خبره اقدر اعلمهم اياها للشباب اللي طالعه ناشئه. قبل ما نكون موظفين للعبه نحن موظفين للمؤسسه، يعني من الساعه 8 للساعه 5 بوظيفتنا، ودغري بنخلص دوام الشغل دغري بنروح على التمرين. الحمد لله انه عم نقدر نوفق بين الشغل وبين التمارين، وهذا الشيء عم بجرب وصلهم اياه للاعيبه اللي طالعه ناشئه يلي هي في لها مستقبل حلو عنا ببنك بيروت، وبنصحهم انه ان كان بعلمهم كمان يهتموا بعلمهم قبل ما يهتموا بالرياضه يعني، وكيف بيهتموا بعلمهم اكيد حيرجعوا يهتموا بالرياضه تبعهم، لانه يعني في مثل ما في ثقافه بالعلم في ثقافه بالرياضه كمان، وبنصحهم انه يضلوا متواضعين ويتعلموا من اللي على طول اكبر منهم ويحترموا الاكبر منهم وشوي شوي بيوصلوا. ومبسوط انه عم لعب ببنك بيروت لانه غير انه وصلنا للشهره ومأملنا انه حياتنا المهنيه وحياتنا الرياضيه، ويمكن هو الدعم الاساسي لحتى انه انا قاعد هلا معك وعم نعمل هالانترفيو هلا.